حاجة؟ جاهزة يا ابني. ايه الفرق بين should و must مع ان الاتنين معناهم ضرورة؟ must هي حاجة unavoidable لازم تتعمل، في منها internal obligation و external obligation، لو الحاجة دي ما اتعملتش هيبقى في معاقبة او مخالفة للقانون. ال internal obligation هقول مثلا I must buy that book for school، انا لازم اشتري الكتاب ده عشان دراستي، ولو external obligation هقول you must wear your seat belt or you will get fined، انت لازم تلبس حزام الامان بتاعك والا هتاخد مخالفة. لكن شوت بتبقى مور اوفر اوبينيون او ادفايس، الحاجه دي لو اتعملت او ما اتعملتش مش هيبقى فيه اي ضرر. هقول يو شود جيت يور ايز تشيكت يو لوك تايرد، هل انت لازم تعمل حاجه زي دي؟ لا مش لازم، بس فروم ماي اون اوبينيون انا شايفه انك لازم تعمل الحاجه دي وبس كده. انا كنت ميس نريمان معاكم، هبقى معاكم 30 حلقه في رمضان عشان اعرفكم سيمبل تريكس.